اهلا بكم كل مشاهدينا ومتابعينا من جديد بعد فاصل على شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامجكم المميز دائما الاهلي ليله، واولى فقراتنا الحواريه. فقره الحوار النهارده هي فقره مميزه جدا مع لاعب ونجم من نجوم النادي الاهلي اللي ادى بشكل كبير جدا واللي كان ليه علامه مع كل جماهير النادي الاهلي في المباراه الشهيره لما النادي الاهلي لعب الزمالك بيقولوا عليهم بقى ايه الشباب الجدد، وقدر النادي الاهلي يكسب نادي الزمالك بالعتاوله الكبار، وكان صاحب لمسه الهدف الاول في هذه المباراه، وعنده مفارقات وعنده حواريك كتير جدا، واحد من جيل كره قدم كبير جدا في النادي الاهلي. النهارده واحنا بنتكلم بقى عن استعدادات النادي الاهلي والسفر لوفاق سطيف و الامور الخاصه النادي الاهلي لازم يكون معانا واحد من نجوم النادي الاهلي، عشان كده نتكلم في امور مهمه. الكابتن حماده مرزوق منورني ومشرفني. ربنا يبارك فيك، اهلا بيك، وانت اللي منور دايما كده. ربنا يخليك يا استاذ. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله، وحشنا والله. ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك. ابدا معاك منين؟ من امبرو. من امبرو. امبرو خلاص. انت من الاجيال اللي لعبت بامبرو في النادي الاهلي، والنادي الاهلي ومجلس الاداره اعتمد امبرو الماركه الانجليزيه الشهيره اللي هتكون راعي لملابس النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا يمكن من متابعتي حديثك مع امير وشركه امبرو انها تبقى مسؤول عن لبس النادي الاهلي بشكل عام، يعني رجعت بالذاكره لان كان ليها كم سنه؟ تقريبا نقول 38 سنه. بتكلم في الثمانينات. الثمانينات، اول الثمانينات، اول 81 80 81. مفارقات الغريبه جدا واللي انا يعني سعدت بيها ورجعت بالذكريات، ان اول طقم لبسته كان امبرو مع الفريق الاول ترينج. لا كان في الناشئين، انا كنت لسه في الناشئين. في الناشئين كان امبرو بيتلبس برضه النادي الاهلي كله. فاخدت طقم كانت ترينج وشورت وفانيلا وشنطه كامله، كانت أول حاجة استلمها من النادي الأهلي كانت شركة أمبرو، ويمكن الطقم ده قعد معايا فترة طويلة جدا للذكرى يعني. فده للذكرى وقعد فترة طويلة، يعني الكواليتي بتاعه كويس جدا. إنجليزي بقى جدا جدا. فأنا افتكرت الموضوع ده، وطبعا ذكريات جميلة يعني. 120 فريق على مستوى العالم، 6 فرق إنجليزية، أكبر فرق في البرازيل، يعني ماركة كبيرة وبتلبس. لكن في التوقيت اللي كنت حضرتك فيه في الناشئين، كان مين بقى في الفريق الأول في النادي الأهلي؟ كانوا بيلعبوا بالأمبر. كان النجوم كبار جدا، كابتن خطيب، كابتن مصطفى عبده، مصطفى يونس، كابتن ماهر همام، ربيع ياسين، محمود صالح دخل، طاهر أبو زيد، علاء ميهوب، زكريا ناصف، مجدي عبد الغني. لا نجوم كبار جدا، اكرامي ثابت الله يرحمه، شوبير، احمد ناجي. كانت المجموعه كبيره جدا ونجوم كبار جدا. ذكريات حلوه هترجع تاني، ولكن دايما على قدر القدر. يعني اذا كانت الماركه كبيره فاللي هيلبسها نجوم كبار ان شاء الله، ونجوم النادي الاهلي دايما نجوم كبار. حقيقة دي حقيقه. وبعدين دي كمان الماركه بتاعتها عريقه، يعني هي فيها عراقه. النوعيه بتاعتها كمان عاليه جدا، واكيد هي مستمريه، في استمراريه في الجوده في النوع نفسه. نعمل بقى ان شاء الله يكون التصميم والديزاين بقى حاجه كده يعني يحبها جماهير النادي الاهلي، من التصميمات العريقه والتصميمات الحديثه. واروح معاك بتدريبه مهمه لفريق النادي الاهلي النهارده وغدا كده، بيحضروا الكابتن محمود الخطيب وبيحس اللاعبين قبل المباراه المهمه، وده سلوك متبع في النادي الاهلي. دي حقيقه فعلا. انا يمكن برضو لاحظت الموضوع ده، وده عاده يعني. دايما اجيال النادي الاهلي دايما مرتبطه برئيس النادي او بمشرف الكوره، وخصوصا لما يبقى الكابتن محمود الخطيب هو اللي موجود، وهو اللي بيجتمع مع اللعيبه، وهو بيحسهم على المكسب. طبعا اللعيبه مش محتاجه، اللعيبه كلها يعني حاسين بالموقف اللي هم موجودين فيه، وحاسين ان هي في خطوات قليله ان شاء الله ويقدروا يحققوا ويعودوا دايما ويعودوا باللقب الافريقي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. فيبقى ده متبع دايما في الاجيال على مدار السنين اللي فاتت دي كلها، وبيبقى لها اثر كبير جدا. اثر معنوي كبير جدا جدا على الفرقه، وخصوصا ان الماتش برضو مش سهل، يعني مع فرقه مش سهله، مع بلد يمكن فيها بعض الـ الحساسيه دايما في اللقاءات يعني. لكن طبعا متعودين من اجيال النادي الاهلي على مدار السنين الطويله ان الوقت اللي انت محتاج فيه لعيب النادي الاهلي بيبقى موجود، بتلاقيه دايما.
الفترة اللي فاتت ومباراة الودية أمام المصرية للاتصالات، النادي الأهلي بيكسب بثلاثية. المكسب الأكبر كان من عودة المصابين، يعني بدون ألقاب، وليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور وسعد سمير وكل اللعيبة المصابة، وعمرو السلة رجعت بشكل كبير، فأعتقد إن دي كانت إضافة بعيدا عن كدمة أحمد فتحي النهاردة. وبما إنه هيسافر يبقى إن شاء الله في أمل لمشاركته إن شاء الله بإذن الله. وطبعا يمكن كان في قلق الفترة اللي فاتت دي كلها، القلق ده زال بالماتش بتاع الاتصالات. يعني هو المكسب طبعا ما بيهمش في اي من الامور ديت، لكن هو العوده بالمصابين، وخصوصا ان هم كلهم خبرات، اللي كانوا مصابين عدد مش قليل وتقل كبير جدا في الملعب، فبالتالي كان غيابهم هيأثر بشكل كبير جدا على شكل النادي الاهلي. لكن كل اطمئنه الحمد لله يعني على العوده بتاعتهم كلهم، وخصوصا ان احنا شفنا مستويات يعني زي وليد سليمان ما شاء الله، يعني مستوى ثابت بشكل كبير جدا ودوره مؤثر بشكل ايجابي على مستوى الفرقه. طبعا خبرات احمد فتحي مع حسام عاشور مع المجموعه دي كلها بيدوا طمانينه لجماهير النادي الاهلي ولينا جميعا ان شاء الله. طبعا يعني بمناسبه يعني يحصل النادي الاهلي على خصم 35% من سعر الجمله على اي كميه اضافيه للمنتجات دي عشان امبرو، كمان بقى اعضاء الجمعيه العموميه خصم 15% على منتجات امبرو طبعا ونفس الشركات المتعاونه معاها. فاعتقد ان الديل كبير محتاجين نتكلم عليه بشكل اطول، اكيد هنعمل عليه تقارير. لكن من كلامك شايف ان عندك ثقه، شايف المباراه صعبه، وشايف ان لعيبه النادي الاهلي في المباراه الكبيره بتكون موجوده. وزي ما قلنا اذا كانت تدريبات الفتره اللي فاتت فيها تركيز كبير، بيتمرنوا الصبح، كابتن محمود الخطيب راح اكتر من مره، النهارده كان معاهم على الغلا زي ما تقول كده، يعني طبعا ظروف مرضه منعته انه يكون متواجد على رئاسه البعثه، لكن الوزير عمرو فاروق ان شاء الله موجود نائب رئيس النادي، كل الامور كلها الاداريه متاحه، كابتن سمير عادل بيسافر قبل الفريق، وبالتالي وجود بقى الجماهير والصخب والاجواء دي متعودين عليها في شمال افريقيا. تمام. طبعا الناحيه الاداريه في النادي الاهلي دي حاجه ثابته على مدار سنين طويله، يعني هو المثاليه دايما في الاداره في النادي الاهلي، النواحي الاداريه كلها دي حاجه. الحاجه الثانيه يمكن دايما الاجيال بتاعه النادي الاهلي زي ما قلت انا ان هم بتلاقيهم في اوقات انت محتاجهم، وده على مدار السنين الطويله، زائد ان هم برضو حاسين بالموقف وحاسين بان الماتش مش هيبقى سهل. اي نعم احنا الحمد لله يعني عندنا رصيد بالهدفين دول، وكان ممكن الرصيد يزيد وكنا ممكن الاطمئنان يزيد اكتر، لكن هو طبعا لما يبقى في اجواء زي ديت النادي الاهلي ونجومه هم متعودين على الاجواء ديت، اجواء الجزائر، ويمكن برضه هيلاقوا صعوبه شويه في موضوع الملعب ان هو ترتان، وده برضه شويه هيضايقهم، لكن برضه اكيد هم عاملين حسابهم ومتعودين على حاجه زي كده. الاجواء نفسها، الجماهير، وده برضه عقبه ممكن بيقابلوها، لكن زي ما قلت هي ده طبيعه النادي الاهلي وده طبيعه لاعبته ان هم بيقابلوا المواقف دي كلها بمنتهى الهدوء ومنتهى الثقه ومنتهى الخبره. احنا عندنا ما شاء الله المجموعه كلها عندهم خبرات عاليه جدا. بالظبط. فبالتالي كل الكلام ده مر عليهم على مدار سنين طويله جدا جدا جدا، فبالتالي عمره ما هياثر عليهم، بالعكس ممكن ياثر بشكل ايجابي. انا شايف برضو ان الجمهور الجزائر ممكن يشكل ضغط شويه على فرقه وفاء، على اساس ان هم برضو يعني جمهور صاحب الارض لما هيضغط شويه برضو يعني بيضغط على 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 لعيبته اكتر برضه، وبيطالبهم بالفوز السريع والمكسب سريع، حاجه هيضغطهم في حته الحاجه السريعه. وده طبعا ان شاء الله باذن الله مش هيحصل، لان النادي الاهلي قادر ان شاء الله باذن الله انه يقدر يعدي المرحله دي والماتش ده ان شاء الله، ويقدر يحقق المكسب ان شاء الله. رغم الطمانينه الا ان في مران اليوم مستر باتريس كارتيرون يعني ضرب اللاعبين على ضربات الجزاء، وهنا بقى ذكاء المدير الفني النهارده بيقول لعيبته انت مرتاح وان شاء الله هتكسب وهتلعب، لكن في نفس الوقت لما مرنك على ضربات الجزاء بحسسك ان المباراه لسه مش مضمونه 100% وان انت عندك مباراه صعبه ولازم تلعب مباراه قويه عشان تحافظ، وحتى لو وصلت لضربات الجزاء تكون متدرب، كل الامور يكون معمول حسابها. بالظبط. طبعا ده وضع طبيعي ان المدير الفني دايما بيحط كل الاحتمالات، الأسوأ كمان بيحط جميع الاحتمالات تبقى موجودة قدامه، وده طبعا نجاح وتفكير المدير الفني. أي مدير فني ناجح وفكر بطريقة عملية لازم يعمل كده، وهتلاقيه هيأكد بكرة إن شاء الله برضه في التمرين الخفيف لازم هيأكد على الحتة ديت، لأنه احتمالات إن شاء الله ما توصلش لكده، لكن الاحتمالات بتبقى موجودة دايما، لازم مستعدين في أي وضع وأي ظرف،
فبالتالي ان شاء الله باذن الله يعني املين ان احنا ما نوصلش للحته دي، حتى لو وصلنا ليها ان شاء الله يبقى عندنا الكفاءه ان احنا نقدر نعدي بخبرات اللعيبه وتدريبهم دايما على الاوقات اللي زي دي. دايما سبحان الله الامور تختلف، الادارات وتختلف الاجهزه الفنيه، لكن في حاجات ثوابت. تمرين النهارده تمرين مهم، قبل السفر دايما لما في ماتش مهم الفرقه بتقف في الملعب 10 دقائق، ما هو بيتكلموا في غرف الملابس وبيتكلموا لكن في كده شكل عام بيحصل لاهميه المباراه، ويبدو ان المباراه واخده اهميه كبيره جدا جدا عند اللعيبه وعند الجهاز، وحته الوقوف قبل التمرين 10 دقائق في وسط الملعب يتكلموا ويتعادوا على المكسب، الموضوع ده مهم جدا وبيتكرر دايما في الماتشات المهمه. هو دايما برضو المديرين الفنيين اللي هم مستواهم عالي، الصوره قدامك، مفترض ان هم دايما بيبقى المحاضره بتاعه قبل التمرين دي مهمه جدا، وخصوصا في الماتشات المهمه. يعني دايما بتبقى المحاضره دي بيبقى فيها يعني بيحسهم طبعا على درجه التركيز تبقى اعلى، مفترض ان هو بيشرح لهم النهارده هنعمل ايه دي في البدايه، ثم بعد كده بيبتدي يزرع فيهم حته الثقه وحته الطموح ان احنا ان شاء الله باذن الله نقدر نحقق، وان شاء الله باذن الله يقدروا يحققوا الطموح ده. فدايما المحاضره دي بتبقى مهمه جدا جدا، وخصوصا في الاوقات اللي انت محتاج كلاعب ان انت تسمع المدرب او المدير الفني بتاعك بشكل كويس، يديلك الثقه ان انت قادر ان شاء الله تعدي المرحله دي. مستر كارترونو الفترة اللي مقضيها مع النادي الاهلي شايف اداؤه ازاي الفني مع الفريق؟ والله بص انا يعني دايما ما بحبش اسبق الاحداث وما بحبش احكم على مدرب الا بعد فترة معينة، لكن هو الواضح ان هو عنده فكر معين، يمكن شوية مختلف عن اللي قبل كده، مختلف عن المدربين اللي جم قبل كده. اول مرة احنا مع المدرسة الفرنسية، النادي الاهلي اول مرة مع المدرسة الفرنسية. وهو صاحب فكر وهو عنده فلسفه معينه في الملعب، لكن انا ما اقدرش احكم عليه، لكن هو لغايه دلوقتي ماشي بخطوات ثابته، ماشي في طريق نجاح، ان شاء الله باذن الله يكلل المجهود ده ويقدر يثبت اقدامه هو كمدير فني مع اسم كبير زي النادي الاهلي بالحصول ان شاء الله باذن الله على بطوله افريقيا، وده هيبقى عنصر مهم جدا ليه وتديله ثقه كبيره جدا في شغله خلال الفتره القادمه ان شاء الله. كابتن حماده، باتريس كارترون المدير الفني لما تولى المهمه كان موقف النادي الاهلي في البطوله الافريقيه صعب جدا، بعد هزيمه مباراتين عدل الدفه خالص وقدر يعني يقفل او يفنش المجموعه في مركز اول وادى بشكل كويس، كل اوائل المجموعات خرجوا الا النادي الاهلي، النادي الاهلي بيأدي بشكل جيد جدا الفتره اللي فاتت. المباراه اللي جايه يعني الكل وصف هذه المباراه في بدايتها انها نهائي مبكر، لكن على ارض الواقع يبقى شوط لم ينتهي. شايف بقى التفاصيل هناك هتكون ازاي؟ المباراه في الجزائر يعني لعيبه الاهلي عندها الخبرات الكبيره، لكن ذكرنا ان في بعض الامور منها الملعب التبتان اللي النادي الاهلي هيتمرن عليه تمرينتين وفقا للوائح الاتحاد الافريقي. هو تمام، هو في البدايه طبعا هو كان مستر كارترون كان مفترض ان هو يعني تحسب له حته التحول من ان احنا كنا في مركز متاخر وفرصنا يمكن شويه قليله، لكن هو يعني الحمد لله برضه عن طريقه او اول ما جه حول الدفه بشكل كويس. مفترض ان احنا هقاطع حضرتك بس لان هناخد مكالمه مهمه في ذات السياق، سياده الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، تحياتي لحضرتك وتحياتي الكابتن حماده مرزوق. الله يخليك كابتن ايهاب، ازي حضرتك ايهاب، ازي حضرتك فندم وكابتن حماده، اهلا وسهلا، منورين دايما النادي الاهلي. ربنا يخليك يا معالي الوزير. الله يخليك فندم، وحشنا جدا. ورئاسه بعثه النادي الاهلي في مباراه مهمه جدا، الاهلي وفاق سطيف، وحضرتك رئيس بعثه ان شاء الله تروحوا وترجعوا بالف سلامه، ترجعوا لنا ان شاء الله بالفوز والمكسب ان شاء الله. الله يخليك ان شاء الله، كده دعواتكم بالخير كده ان شاء الله، كده باذن الله رب العالمين نكون موفقين ان شاء الله باذن الله. ويمكن كان في النهارده لقاء كده ما بين رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني واللاعبين بعد التمرين بتاع الصبح، الحقيقه انا قال لهم المدى يعني المباراه المهمه دي بالنسبه لنا مباراه مهمه جدا للغايه ومدى اهميتها، وانا لازم تكون على قدر الحدث، وانت عارف ان لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله دايما رجاله والجهاز الفني ان شاء الله كله مقدر ان شاء الله، كده زي ما احنا متعودين يكون عندنا حاله الارتباط
اللي متعودين عليها دايما، وان شاء الله يكون التوفيق حلفنا باذن الله ان احنا نسعد جماهير النادي الاهلي العظيمه ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق يا سياده الوزير. سياده الوزير، اكيد في ترتيبات معينه لبعثه النادي الاهلي، الكابتن سمير عدلي بيسابق البعثه، وان شاء الله كل الامور الاداريه وكل الامور تمشي على ما يرام في هذه المباراه الهامه. ان شاء الله باذن الله الامور كلها مترتبه بشكل طيب لراحه اللاعبين، والحقيقه كل حاجه تم متابعتها بالكامل مع الكابتن سمير والكابتن محمد يوسف. الحقيقه هم باذلين مجهود كبير جدا جدا لراحه اللاعبين والجهاز الفني، وان شاء الله باذن الله يمكن زي ما بقول كده ان يبقى في نفس اللي احنا متعودين عليه، انضباط تام، التزام تام، تحمل مسؤوليه كامله تجاه جماهيرنا العظيمه. ان شاء الله يكون التوفيق حليفنا باذن الله رب العالمين. عندنا حلم وبنجري وراه، وان شاء الله ربنا هيكرم باذن الله رب العالمين. سياده الوزير، بقى كمشجع اهلاوي شايف المباراه دي ازاي؟ مباراه رغم ان النادي الاهلي كسب او فاز هنا بهدفين، والنادي الاهلي متعود على هذه المباراه الثقيله، ولكن دايما بيتقال انها مباراه صعبه والاهلي ما بيتكلمش غير بعض النهائي، لكن كمشجع اهلاوي شاف هذه المباراه فنيا ازاي؟ والله المشجع ما بينفصلش عن المسؤول، يعني في الاخر زي ما قلت اللاعبين عندنا في النادي الاهلي بطبيعتهم بيتحملوا المسؤوليات بشكل كبير. ان شاء الله باذن الله رب العالمين في تركيز كامل، احنا ما بنبصش للمباراه اللي احنا لعبناها الاولانيه، عندنا مباراه مهمه، عندنا هدف لسعاده جماهيرنا العظيمه، عندنا هدف ان احنا ان شاء الله نعمل حاجه للنادي الاهلي ونضيف باسم النادي الاهلي دايما الخير. فان شاء الله بمشيئه الله باذن الله رب العالمين يكون التوفيق حالفنا باذن الله رب العالمين. طبعا الجزائر بلدنا الثاني، ضغط الجماهير وقت المباريات ده بيبقى متوقع جدا، اكيد عاملين اللعيبه طبعا عارفه ده، واكيد حضرتك رحت مباريات كبيره في هذا الشان في الشمال الافريقي وعارف قد ايه ضغط الجماهير في الشمال الافريقي. متابعين الموضوع ومتابعين طبعا، وعندنا نقطه واضحه جدا اللي هي العلاقات العربيه، وان احنا ازاي بالفعل يكون عندنا التزام كامل، وان احنا نقدر المسؤوليه ونقدر الظروف اللي بتمر بيها المنطقه العربيه، وبالتالي احنا بنقدر ونحترم الحياه دوله الجزائر والجماهير الجزائريه كلها، وبنحترم الفريق اللي احنا هنلعبه. ناس طول عمرها الحقيقه ادائها قوي جدا، وناس طول عمرها ادائها بتلعب كوره بشكل طيب، وبالتالي احنا كمان الحمد لله لينا اسمنا الكبير اللي دايما الناس بتقدره وبتحترمه. كلنا هنشتغل على مباراه مهمه، وهنلعب المباراه كانها مباراه بمشيئه الله ان شاء الله. يمكن الجو هناك برضو متقلب شويه، برد مطر برد كده بالظبط كده، وبالتالي يعني ان شاء الله احنا عاملين حسابنا على كل دوت. سياده الوزير، عايز اقول لحضرتك مبروك، ولكل يعني عن جماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي عقد الملابس الجديد امبرو، ومبروك على الفرقه الرياضيه، مبروك على النادي الاهلي شركه الملابس الجديده. والله انا الحمد لله سعيد جدا بالتعاقد، وسعيد وحابب ان جماهير النادي الاهلي تكافئ الشركه اللي بتقدر قيمه النادي الاهلي. تمام، ويا ريت لو بالفعل كل جماهير النادي الاهلي النهارده تحط اللوجو بتاع الشركه على البوستات البروفايلز بتاعتها، نوع من انواع السبورت للشركه بوقوفها جنب النادي الاهلي، وان النهارده تبقى راعي ملابس النادي الاهلي في حد ذاته ده شيء طيب، ولازم جماهير النادي الاهلي تبقى بتقدر وبتتعامل مع اللي بيقدرنا بنفس القدر الكبير. النادي الاهلي اسم كبير وبراند عالمي في قيمته وفي تاريخه وفي عراقته، فبالتالي كان من الطبيعي ان لما في حاجه زي دي اكتر من شركه، وكمان لما ترسى يعني العطاء على شركه انجليزيه بتاريخ كبير، كابتن محمود الخطيب النجوم الكبار لبسوها، مع كابتن حماده مرزوق ضيفي برضو لبس هذه الماركه في النادي الاهلي، الماركه العريقه امبرو، فبالتالي هي ماركه عريقه جدا وماركه انجليزيه، 120 نادي على مستوى العالم بيلبسوها، منهم 6 انديه انجليزيه، وبالتالي هي ماركه كبيره وعريقه وتليق بالنادي الاهلي. هي اسم كبير، والنادي الاهلي دايما معودنا على الشركات العالميه ودايما بيتحرك على الملف ده، ولازم الحقيقه نشيد بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي في الملف ده، لانه اداره الحقيقه باقتدار، ونجحنا بالفعل من خلاله خلال اداره التسويق ان احنا النادي الاهلي يحصل على حق الرعايه دي، الشركه الانجليزيه اللي بتلبس منتخب انجلترا، وبالتالي اعتقد ان شاء الله باذن الله يبقى الموسم دوت بدءا من شهر 12 يبقى شكلنا مختلف باذن الله رب العالمين ان شاء الله. سياده الوزير، قبل ما اشكر حضرتك لو حابب تقول اي حاجه.
بتمنى لكم التوفيق، وبتمنى لقناه النادي الاهلي دايما الازدهار، وعندنا اهداف كثيره في قناه النادي الاهلي كل مدى مطلوب ان هي تبقى للافضل والافضل. دايما عندنا شيء طيب بنقدمه للشعب المصري وجماهيرنا، بنقدم لهم الالتزام الكامل، الاحترام، الحب، الانتماء لبلدنا، الانتماء لمؤسستنا، بنجتهد على ان احنا نرفع علم مصر في كل المجالات. اتمنى كل خير لجماهير النادي الاهلي، وان هم دايما يكونوا سعداء، وان شاء الله باذن الله رب العالمين نكون دايما على قدر المسؤوليه تجاه اعضاء الجمعيه العموميه وجماهيرنا الكبيره ان شاء الله. بتمنى لكم كل التوفيق. شكرا معالي الوزير، تروحوا ترجعوا بألف سلامة وكل توفيق لبعثة النادي الأهلي، إن شاء الله لا تغادر صباح الغد إلى الجزائر، تروحوا ترجعوا بألف سلامة. السيد العام لفاروق الوزير السابق للشباب والرياضة ونائب رئيس النادي، أعتقد كلام مهم جدا من مسؤول كبير في النادي الأهلي. جدا جدا طبعا، يعني كلنا بنعتز بوجود سيادة الوزير عمرو فاروق، وده يعني حاجة شرف كبير جدا ان هو يبقى موجود في مجلس إدارة النادي الأهلي، وبيشكل فريق متكامل طبعاً لخدمة النادي الأهلي. الكلام اللي هو قاله طبعا هو مش جديد عليه، يعني واخد على الامور ديت، امور الاجواء بتاعه الجزائر اللي حضرتك اشرت اليها، فبالتالي هم عاملين حسابهم بشكل كويس قوي، خصوصا ان هو راجل مسؤول، يعني هو في المقام الاول هو راجل مسؤول، كان وزير سابق، فعارف ان الامور والعلاقات بين الشعبين بيبقى ليها دور كبير جدا، وكون ان ماتش ومنافسه ده يعني بيفصل عن حته العلاقات الطيبه ما بين طبعاً الشعبين. أكيد لفتة مهمة جدا اتكلم عليها سيادة الوزير العام لفاروق على العلاقات المصرية الجزائرية اللي دايما بتتسم بالخير، وإن قبل كده حصلت مباراة كرة قدم كله أدانها، ولكن في الآخر هي العلاقات المصرية الجزائرية والعلاقات الشقيقة، وهي مباراة قدم 90 دقيقة وإن شاء الله تمشي بالشكل الأمثل. لكن على وجه كرة القدم ووجه الفنيات هي مباراة ليست سهلة للنادي الأهلي، النادي الأهلي بيطمع إن هو يخرج منها كسبان متعادل، يكون نتيجه المباراتين مرضيه للتاهل لنهائي افريقيا. ومش سهل على فرقه وفاق سطيف، لان النادي الاهلي انت بتلعب اسم كبير واسم تقيل وخبرات عاليه جدا. يعني اسم النادي الاهلي ممكن بيرعب اي فرقه، انت بقى كجمهور منافس بتشكل ضغط عليه، بتشكل مسانده للفرقه بتاعتي عشان النادي الاهلي، لكن هو في الاول وفي الاخر عارف قدر النادي الاهلي بشكل كويس قوي، وعارفين النادي الاهلي مش 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 النادي السهل اللي ممكن بسهوله لا قدر الله يخسر كده، لا نادي كبير ونادي عريق، وعلى مدار الاجيال دايما بيحقق نتائج يعني ممتازة، وخصوصا مع فرق شمال أفريقيا. إن شاء الله يواصل هذه الانتصارات وهذا الأداء، ومع الأمور والتطور اللي احنا فيه بشكل كبير جدا الفرق بقت كتاب مفتوح. النهاردة لما تيجي تكلم واحد من الجمهور ما تكلمش واحد فني ولا واحد مسؤول، يقول لك خلي بالك من فرقة فاق سطيف، هجومها كذا، خط ظهرها كذا، حارس المرمى كذا، فبيبقى صعب جدا، وكل فرقتين عارفين كل كبيرة وصغيرة عن بعضهم بشكل كبير جدا، المواجهات بتكون مفتوحه جدا، لكن بيكون فيها شغل كبير من الاجهزه الفنيه. دي حقيقه، خلاص احنا دلوقتي كله يعني حتى الانديه الصغيره بتبقى كاشفه بعضها، فما بالك الانديه الكبيره اللي موجوده على الساحه الرياضيه في افريقيا بشكل عام. ويمكن الكره الجزائريه يعني حصل لها دروب فتره، لكن هم في طريقهم لاستعاده المستوى بتاعهم، وبرضه معاهم فرق تونس، يعني هم في يعني هم في العوده ان هم يرجعوا بالمستوى اللي كان قبل كده تقريبا من قبل 10 سنين ولا حاجه، لكن هم مفترض ان هم فرقه برضه في الاول في الاخر اسم كويس واسم تقيل في الكره الجزائريه. نتائجها ماشيه بشكل كويس جدا في البطوله دي، بتلعب على قبل نهائي البطولة مأدية بشكل رائع جدا، وبالتالي يعني حتى أداء النادي الأهلي والنتيجة اللي كانت ممكن تبقى أكتر من هدفين يعني كانت مفاجأة للأوساط الجزائرية نفسها. دي حقيقة، دي حقيقة فعلا، احنا يعني الماتش كان ممكن ان احنا نحقق مكسب أكتر ويطمننا أكتر، لكن طبعا الماتشات اللي زي ديت بتبقى محتاجة التوفيق بشكل كبير جدا، التوفيق اللعيبه في نفس يوم المباراه. طبعا بنتمنى التوفيق ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي، ونكونوا فعلا موفقين وفايقين بلغه الكوره، ويكونوا يومهم ان شاء الله باذن الله عشان يقدروا يحققوا اللي احنا كلنا بنتمنى انه يحصل ان شاء الله باذن الله، ووصلنا للنهائي باذن الله. في الماتشات الكبيره اللي زي دي، وزي ما بقول لحضرتك الفرقتين بيبقوا كتاب مفتوح، هل ممكن لكل جهاز فني يبقى ليه
تكايه كده يبقى ليه مفاجاه، ولا خلاص الامور بتبقى محسومه، التوفيق في الملعب والاداء الخططي هو اللي بيحسم؟ لا محسومه طبعا، محسومه طبعا بالنسبه لاي مدير فني. هو زي ما حضرتك قلت ان دايما خلاص هو كتاب مفتوح، ما فيش عنصر مفاجاه ممكن يحصل. هو عنصر مفاجاه في ايه؟ في طريقه لعب، في شكل معين للفرقه، لكن مش هيبقى في عنصر. هو دايما اي مدير فني وخصوصا المدير الفني النادي الاهلي هيجيب احسن العناصر واجهز العناصر اللي هتبقى موجوده عنده ويبتدي بيها ان شاء الله باذن الله. ممكن بقى خلال المباراه يقسم المباراه على حسب الفكر بتاعه. ده بقى اللي عايز اسمعه من حضرتك. هل النادي الاهلي وفي وسط الجماهير والزخم والاجواء اللي احنا عارفينها هيبدا بدفاع ضاغط متقدم في اول الخمس دقائق علشان ياخد حماس المباراه وحماس الجماهير ويبين للمنافس ان هو يعني جاي كطبيعه النادي الاهلي وطبيعه النادي الاهلي انه بيلعب مباراه مفتوحه 90 دقيقه يمشوا ازاي؟ هو من وجهه نظري هو اللعب مش هيبقى مفتوح زي ما حضرتك قلت. هو الغالب وعلى حسب تفكير برضو المدير الفني انه هيضغط على لعيبه الجزائر بحيث ان هو يعدي الفتره الاولى وفرقه الجزائر مضغوطين بشكل كبير، وخصوصا ان احنا عندنا برضو عناصر ليها خبراتها في حته الضغط بالزبط. وحته التعامل في مواقف اللي زي دي وحته التعامل في بدايه المباراه، لان مهم جدا البدايات بتفرق كتير جدا مع الماتشات الثقيله اللي زي ديت. فهو اكيد يعني هيحاول قدر امكانه انه يسبب لهم ازعاج وضغط على الفرقه بحيث ان هو يبتدي يمر بالمباراه اللي هو عايزه. وزائد ان هم كل ما الوقت بيمر عليهم وبدون ان شاء الله باذن الله اتكلمت في ضغوط جماهيريه لما الوقت يمر اكتر الجمهور يتاخر. دي حقيقه، وخصوصا ان هم اصلا جمهور متحمس بشكل كبير. يعني بيبتدي يزوم بعد فتره معينه على فرقته، لو هو ما حصلش ان جاب حاجه او هدف فيبتدي يعني يعمل الضغط بشكل كبير، لان هم فعلا جماهير حماسيه بشكل كبير جدا. فبالتالي ممكن النقطه ديت هتبقى عنصر كويس لبدايه فرقه النادي الاهلي في الضغط على يعني لو توقعنا سيناريو البدايه الاهلي بيضغط بشكل كبير من البدايه بياخد اريحيه في الضغط مع الحفاظ على المناطق الخلفيه والدفاعيه بشكل كبير جدا طبعا، والحرص الشديد على الحفاظ على شباك النادي الاهلي مع التقاط المنافس الكرات، والضغط تكون الكرات الطوليه او الهجمات المرتده تكون سلاح الاهلي لاقتناص هدف، وكده يبقى الاهلي حقق المراد من البدايه. قد يكون سيناريو المباراه هو ده السيناريو الاقرب لانه يحصل ان شاء الله باذن الله. النادي الاهلي هيعتمد على حته الضغط، هيعتمد على ان هو يسحب الفرقه وهيعمل زحمه في نص الملعب ويبتدي يشتغل على الهجمات المرتده، سرعات بقى ازارو، سرعات ازارو، سرعات الجناب، يعني كل الكلام ده مهم جدا في مجريات الماتش ان شاء الله باذن الله. ودي برضو محتاجه ان اللعيب يبقى موفق. يعني انا طبعا يعني بتمنى فعلا ان اللعيبه تبقى موفقين يوم المباراه، لان بتفرق كتير جدا في الحته دي. ضغط المباريات الفتره اللي فاتت تعرض اكتر لعيب من الاصابه، ومن كلام حضرتك واضح جدا ان طبعا مش مباراه اللي بتجهز اللعيبه اللي جايه من المصابه، المباراه اللعيبه اللي جايين من الاصابه لعبوا مباراه واحده رات المصيره اتصالات وديه، واللي حضرتك بتتمنى ان في مباراه وفاق الصيف تكون اللعيبه واقفه على رجليها وتكون في يومها بلغه الكوره. تمام، هو برضو حتى لو في لعيبه كانت بعيده فتره معينه فهو الخبرات اللي موجوده عند اللعيبه بتعوض النقص ده. يعني واحد زي احمد فتحي لو بعد فتره فهو قادر ان هو يرجع، وبيرجع بخبراته يبتدي يعمل الفجوه اللي ممكن تبقى موجوده عنده في حته ان هو مش جاهز 100%. مثلا انا بضرب مثل، عندك حسام عاشور نفس الكلام، عندك عمرو السوليه عمرو نفس الكلام، عندك وليد سليمان نفس الكلام، فكلهم عندهم خبرات بحيث ان هو يستثمر مجهوده بشكل ايجابي جدا خلال ال 90 دقيقه. ودي برضه بتبقى رؤيه للمدير الفني على حسب بقى ده يأدي 70 ده 75 دقيقه يبتدي يكشف الامور بشكل كويس، وانا اتمنى ان شاء الله باذن الله ان الامور تمشي مع النادي الاهلي ان شاء الله. كدمه احمد فتحي النهارده في الركبه ورم الركبه اكيد يعني عمل حاله برضه من القلق عند الجماهير، اكيد عامله قلق كبير، ولكن انه يبقى موجود ضمن قوام البعثه اللي مسافره فان شاء الله ده واضح كده انه يقدر يشارك او يبقى فيه نسب لمشاركته فبالتالي يكون موجود، وده حاجه كويسه. تمام، هو اصلا لو فرص وجوده في الماتش معدومه مش هيسافر ويبتدوا يعالجوه، لكن هو الامل موجود ان شاء الله باذن الله ان هو يبقى موجود مع الفريق ويبقى الاصابه خفيفه. حتى لو لا قدر الله احمد فتحي ما بداش فاكيد
المدير الفني برضو اكيد بيعمل حساباته بشكل كويس قوي، بيجهز البديل، واحنا عندنا الحمد لله البديل ممكن يؤدي بشكل كويس ان شاء الله. ولكن ان شاء الله باذن الله اتمنى ان احمد فتحي يبقى موجود في الملعب، لان هو برضو عنده خبرات عاليه جدا وبيفرق كتير جدا في ماتشات النادي الاهلي، خصوصا الماتشات اللي زي دي. طبعا الماتشات اللي زي دي بتحتاج اللعيبه الخبرات، ولاعيبه النادي الاهلي بقى عندهم من الخبرات الكبيره في الفتره اللي فاتت. وزي ما حضرتك بتقول يا كابتن حماده، فعلا الكابتن احمد فتحي واحد من اهم الخبرات اللي موجوده في الفريق، واللي بيأدي بشكل جيد جدا. لكن برضه تحس ان قوام الفريق كله، حتى اللعيبه حديثه العهد بالفريق الاول، كله بيكون خبرات سريعه وكله بيحتضن بعضه، وبالتالي الفرقه كلها عندها روح المسؤوليه في هذه المباراه الهامه. صحيح، وخصوصا ان اغلب اللعيبه لعبت الفتره اللي فاتت، يعني عمليه التدوير برضه وسعت شويه وشملت بعض اللعيبه اللي كانت بعاد، فابتدى يلعبهم، فالكل مش بعيد عن الملعب، يعني في وقت معين ممكن مدير فني يجي ويعتمد على 13 او 14 لعيب. لا، هي العمليه وسعت شويه. هم 13 او 14 لعيب في بطوله افريقيه وفي كاس وعربيه وفي الدوري وبطوله عربيه ومع منتخب اولمبي ومنتخب اول، فبالتالي يعني انت محتاج 40 لعيب. هو دايما قدر النادي الاهلي ان هو دايما هو بيتحمل الحته دي بشكل كبير جدا، لكن طبعا زي ما قلنا ان النادي الاهلي على مدار الاجيال اللي فاتت هو قادر ان شاء الله باذن الله على انه يقدر يعدي اي مواقف صعبه ان شاء الله، وتعدي على خير ونقدر نوصل ان شاء الله باذن الله للي احنا عايزينه واللي احنا بنسعى ليه يعني ان شاء الله. ان شاء الله الامور تعدي على خير. واتكلمنا مع حضرتك في سيناريوهات المباراه، كمان كلام مع سياده الوزير عامل فاروق في ان الاهلي برضو شوف موضوع الطقس وموضوع الارض وكل حاجه معمول حسابها بالشكل العام. وطبعا زميلنا عمر البنوبي لسه جاي، بنقول له الحمد لله على السلامه من الجزائر، وكان ليه رحله كبيره هناك، وبرضه الراجل جاي بيقول الامطار بتنزل بشكل كبير جدا، والامور يعني بالليل الدنيا برد وبتلعب على ترتان، وهم برضه بيبلوا الملعب، الترتان بيبلوه ميه، فبالتالي اكيد تدريبات النادي الاهلي هتكون على ملعب الترتان وهو مبلول ميه، لان انت لازم تلعب في نفس الظروف بالظبط يا كابتن. هي دي النقطه اللي انا بتكلم فيها، حته الخبرات. تفرق كتير جدا الخبرات والاجواء، ازاي بتعامل مع الاجواء المباراه نفسها. زائد ان احنا عندنا برضو نقطه مهمه جدا، احنا هنتمرن تمرينتين مهمين جدا على نفس الملعب بنفس الاجواء، يعني مش الامر مش هيبقى بعيد. زائد اما انا برضو ما قلت حته الخبرات، وهي دي الخبرات اللي بيقدر اللعيب يتحكم في 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 في, في الشكل وفي الاجواء وفي كل الكلام ده، ويقدر يتعامل معاه بذكاء ويتعامل معاه بالسنين الكتيره اللي هو قدر يلعب فيها، والضغوط دي كلها مرت عليه، فبالتالي مش هتاثر عليه تماما. يعني ضغوط، ولكن ضغوط مختلفه تعرض ليها منتخب مصر للصالات في اولمبيات الارجنتين في المركز الثالث والرابع. الفرقه يعني بتأدي بتخسر 3-0، وبعد كده بتكسب 5-4 في مباراه كبيره جدا وريمونتادا تاريخيه. والله كرات الصالات بصراحه يعني فيها متعه، يعني فيها متعه وبتشد الناس، لكن دايما زي ما احنا قلنا ان اللعيب المصري دايما عنده الاصرار والتحدي ان هو ممكن يحول حاجه من تبقى عليه تبقى ليه، فبالتالي كره الصالات عملوا يعني طفره كويسه، وان شاء الله نتمنى ان تتعمل البطولات ديت عندنا في مصر ان شاء الله، تفرق كتير جدا ان شاء الله. ممكن ننفذ بطولات يعني صالات كبيره جدا ودوريات تبقى اقوى وبتاع، وكل ده هنسمعه. لكن نبارك الاول للكابتن خالد لطيف عضو مجلس اداره طبعا الكره المصريه، وطبعا واحد من اللي بصمات بيضاء من خلال وجوده في اتحاد الكره، وكمان دوره في الكره الخماسيه والكره الشاطئيه ملف كده خاص جدا، لكن في طفره كبيره جدا، وفي منتخب بيأدي بشكل رائع جدا في الاولمبيات، وبيأدي قدام مين؟ قدام الارجنتين، وبيحصل على البرونزيه في مباراه تاريخيه. مبروك يا كابتن خالد. اهلا بيك يا استاذ ايهاب، واهلا بال كابتن حماده مرزوق، تحياتي وتحيات الكابتن حماده وكل الساده المشاهدين والمشاهدين الاهلي، والف مبروك لمصر كلها. يمكن هذا الانجاز لاول مره في تاريخ اللعبات الجماعيه على برونزيه اولمبيه، اعتقادي الشخصي ده مش فخر كره القدم بس، لا ده فخر لمصر كلها، حصول ولادنا
وجهازنا الفني الرائع على هذه الميداليه. كابتن خالد ولا في الاحلام باللعب الارجنتين مغلوبين ثلاثيه في كره الصالات وفي الكره الخماسيه، المباراه انتهت فعلا. ايه اللي حصل؟ ايه الدافع الكبير ده؟ يعني ايه التحول الشديد اللي حصل عشان ولادنا يرجعوا وهم شباب صغيره قد يكون خبراتهم قليله جدا وبيلعب في ارض المنافس وسط جمهور الارجنتين وقلب الترابيزه؟ ده مش هقول لك مش ده اللاعب المصري، لا، ده المصري الاصيل، ده الفرعون المصري اللي هو بالجهد وبالحماس وبالانتماء لبلده اللي يقدر يصنع المعجزات. يعني احنا في شهر يمكن انتصارات وشهر له ذكرى رائعه جدا طبعا من شهر اكتوبر وانتصار 6 اكتوبر العظيم، وروح يمكن جيشنا وقواتنا المسلحه الباسله الرائعه، ويمكن من زمان وانت روح اللاعب روح الجندي وروح الشرطي وروح الشعب المصري كله، اعتقادي الشخصي ده المعادن بتظهر في اوقات الشده. يعني رغم ان احنا كنا متاخرين امام الارجنتين بثلاث اهداف ثم تحولنا للنتيجه 5-3، يعني كان عندي ثقه ويقين ربنا سبحانه وتعالى في لعبتنا في جهازنا الفني ان هم قادرين على العوده مره اخرى بميداليه. يمكن حتى الظروف اللي احيطت بهذه المشاركه بعد ما قرارات لجنه الاولمبيه بعدم المشاركه ثم ضغوط الاتحاد المصري لكره القدم المهندس سامي بريده وانا مع المهندس هشام حطب مع الاستاذ شريك عريان ومع الاستاذ ممدوح الشناوي، تم الحمد لله اشتراك منتخبنا الوطني في كره الصالات. لكن لا معلش يا كابتن خالد، معلش النقطه دي مهمه جدا، يعني هذا المنتخب اللي يعني دلوقتي بقى الحديث عليه عالي جدا، هل المنتخب ده ما كانش هيشارك يا كابتن خالد؟ ايوه 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 ايوه، انا يعني بعد خلاص بعد قرار عدم المشاركه بنسبه كبيره عشان كان في لعبه جماعيه اخرى هتشارك، يمكن ثقتنا في ربنا سبحانه وتعالى ولعبتنا جهازنا الفني. لا ده حضرتك بتقول لي كده، يعني موضوع خطير جدا على الهواء، ان يعني ما كانش فيه الناس مش حاطه امل خالص على كره قدم الصالات خالص خالص، وما كانش محطوط ميداليه لكره الصالات لان ما كانش محطوط ان منتخب الصالات اساسا هيشارك بالاولمبياد الارجنتين. بس انت كنت مؤمن بقى ومع اتحاد الكوره ودوستهم لان دول ولادك، انت اللي مسؤول عنهم طبعاً. كنت شايف فيهم حاجه يا كابتن خالد؟ طبعا، يعني خليني اقول لك ده مش جهد يوم وليله او جهد سنه او اتنين، يمكن انت قريب مني جدا يا استاذ ايهاب، انا بقالي 6 سنين في هذا الملف، ملف كره الصالات تمام، ملف الكره الشاطئيه، يمكن بكمل اللي بداه الكابتن حازم الهواري ربنا يا رب يديله الصحه، حافظت عليه حاولت اتطور منه في هذا الملف. الحمد لله النهارده عندك منتخب اول لكره الصالات وصل كاس عالم ودور ال 16 في كاس العالم، عندك بزبط. منتخب صالات للشباب حصل على ميداليه برونزيه في اولمبياد الشباب الارجنتين، عندك منتخب كره شاطئيه الحمد لله هيلعب تصفيات كاس الامم الافريقيه المؤهله لكاس العالم طبعا في شهر 12 في شرم الشيخ، عملت ملف رائع جدا قدمته للاتحاد الافريقي، مدينه شرم الشيخ ومصر هتستضيف هذه التصفيات ان شاء الله في شهر 12 على اراضي جنوب سيناء ان شاء الله. اوعدك وانا على الهوا اهو وكلامي مسجل، انا عارف ان ان شاء الله ان شاء الله النجاح القادم هو وصول المنتخب الوطني للكره الشاطئيه لكأس العالم القادم للكرة الشاطئية أيضا أول مرة في التاريخ. إن شاء الله دي كل إنجازات وتحسب لك وتحسب لاتحاد الكرة، وخاصة إن هذا الملف قبل ما تتولاه يا كابتن خالد يعني ما كانش بهذا الزهو ولا الزخم ولا وما بيبقى عندنا مسؤول حاسس إن فرقة هتعمل حاجة يتمسك ويصر وفرقتك تكافئتك لأن أنت واثق فيها وهي واثقة فيك وتحقق إنجاز تاريخي، إنجاز طبعا تاريخي طبعا قدام منتخب كبير منتخب الأرجنتين وبرونزيه الاولمبيات اولمبيات الشباب وتدي جيل وتعمل جيل. قبل ما اختم لازم نهنئ صاحب الانجاز، صاحب الانجاز الكابتن هشام صالح المدير الفني الرائع واحد نجوم كره القدم، الكابتن نادر رشاد المدرب الرائع طبعا جدا، الدكتور عادل الحداد، كابتن هاني درويش، يمكن دول كابتن حسني، يمكن دول المدرب اللي موجود في كره الصالات لان دول اللي تحملوا المشقه، اللاعبين الابطال اللي يمكن لعبوا وسط ظروف صعبه جدا، عايز اقول لك
انت لو عرفت فترة الاعداد لهذا المنتخب بعد قصر الوقت بعد يعني تأكيدنا للاشتراك، يعني تقريبا كل فترة الاعداد كانت في مصر ما لعبناش ولا مباراة ودية خارج جمهورية مصر العربية، لكن بالروح الكبيرة وبإصرارهم وبحماسهم وبالجهاز الفني الرائع قدرنا نفوز بهذه الميدالية. خليني اقول لك يعني لو كان في فترة اعداد كويسة وفي اعداد كويس ولعبت منتخبين ثلاثة على مستوى عالي، اعتقد كان زماننا في التتويج الاول، وليه لا مش ذهبيه الشباب والاولمبيات بهذا المستوى بفريق بيحتك فقط بفرق الصالات في مصر. انا بقول لك يمكن ان شاء الله بعون الله الدوره القادمه للاولمبيات ان شاء الله هنلعب على ذهبيه الاولمبيات ان شاء الله المره القادمه بعون الله. توفيق يا كابتن خالد وانجاز كبير جدا يحسب لاتحاد الكوره ولحضرتك والصالات. لكن اخيرا كان في تصور ان يبقى في دوري صالات في اهلي وزمالك واسماعيلي، يعني نفسنا نشوف ده، هنشوف ده قريب يعني كويس. بس ان انت فتحت هذا الملف، انا بناشد من خلال قناه النادي الاهلي مجلس اداره النادي الاهلي المحترم برئاسه كابتن محمود الخطيب، الاستاذ العمري فاروق العمري، الاستاذ خالد الدرندالي، كابتن خالد مرتجي، وكلهم اصدقاء واحباب. مش عايز انت اسم عضو مجلس اداره، انهم كلهم اخواتي وحبايبي. بناشدهم ان لازم النادي الاهلي ونادي الزمالك يعملوا فريق لكره الصالات ويخشوا كره الصالات في مصر. اعتقادي الشخصي خلاص هدي خبر برضه حصري. اتفضل. الاستاذ محمد مصلحي رئيس مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري خلاص هيعمل فريق لكره القدم الصالات بعد فوزه ببطوله السله وبهميه، وعدني ان هو هيعمل فريق الاتحاد السكندري لكره الصالات ان شاء الله بدايه من هذا الموسم. اتمنى مجلس اداره الاهلي مجلس اداره الزمالك طبعا ان هم يعملوا فريق كره الصالات، لان ده هيفرق جدا 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 في لعبه كره الصالات في مصر. اشكرك كابتن خالد وبالتوفيق طبعا ومن نجاح لنجاح ان شاء الله مستقبل كبير ينتظر كره الصالات في مصر. شكرا لحضرتك طبعا مداخله مهمه، ومبروك لمنتخب مصر للصالات، يعني شباب مصر قدوا بشكل رائع جدا. الف مبروك طبعا ليهم. وعلى فكره الكابتن خالد من الناس المجتهدين قوي، وفعلا كان ليه دور مهم جدا في الالعاب دي حقيقة. في تخصص اصلي انت متخصص حد وبيفضل ومعاه الملف بقاله 6 سنين، فبالتالي الامر واضح. مفاجاه كبيره اعلنا على الهواء ان المنتخب ده او الفريق ده ما كانش مسافر اصلا الاولمبياد. ده انا فوجئت بالكلام اللي هو بيقوله ده مفاجاه غريبه جدا. يعني فرقه تحقق البرونزيه وهي ما عملتش فتره اعداد ولا عملوا ماتشات وديه ولا، يعني زي ما حضرتك قلت، طب الفرقه دي لو كانوا عملوا اعداد جيد ولو كانوا لعبوا ماتشات تقيله كان ايه اللي ممكن يحصل بالظبط؟ فيعني انا مستغرب حقيقه. لكن طبعا تهانينا للمنتخب وتهانينا للكابتن خالد، ودايما بالتوفيق ان شاء الله، ونتمنى ان كره الصالات بعد كده ان شاء الله يبقى ليها دور مهم جدا في الكره المصريه. كابتن حماده مرزوق الوقت بيمر على حضرتك بسرعه، اخيرا لو حابب تقول اي حاجه او تعقب على المباراه المهمه اللي في انتظار النادي الاهلي ان شاء الله. البعثه تسافر صباح الغد متجهه للجزائر، كل التوفيق للفريق. والله انا زي ما قلت لحضرتك انا فعلا بتمنى ان شاء الله باذن الله انه يكونوا اللعيبه في يومهم ويكونوا موفقين بشكل كبير جدا ان شاء الله باذن الله. واحنا املنا في الله سبحانه وتعالى ثم في اللعيبه ان هم يقدروا يقدموا ويقدروا يرجعوا ويوصلوا للنهائي، عشان نبتدي نفكر بعد كده ان شاء الله في نهائي افريقيا ونرجع بقى تاني لكاس العالم للانديه. وان شاء الله باذن الله التوفيق يكون حليفهم باذن الله ان شاء الله. توفيق يكون حليف النادي الاهلي. وحضرتك يعني اديت مرونه كبيره جدا وقلت ان شاء الله المباراه دي النادي الاهلي واخد عليها، ان شاء الله الاهلي يأديها بشكل كويس. دي حقيقه فعلا، وان شاء الله باذن الله دعواتنا كلنا دعوات المصريين بشكل عام للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يجتاز العقبه دي ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله باذن الله الاهلي قادر على انه يعدي العقبه دي باذن الله ان شاء الله. اشكرك كابتن حماده، شرفتني ونورتني. انا اللي بتشرف بيك، وانا سعيد جدا ان انا كنت موجود معاك. انا اللي سعيد بك. شكرا لحضرتك كابتن. طبعا دي فقرتنا الحواريه الاولى بتخلص، اتكلمنا فيها عن النادي الاهلي، مباراه مهمه جدا امام وفاق سطيف. سياده الوزير العامري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي دخل معانا واتكلم. طبعا هو رئيس البعثه كابتن محمود الخطيب ربنا يديله الصحه، كان عنده بعض الالام كان صعب يتواجد، ولكن كل رجال النادي الاهلي على قدم وساق في هذه المباراه المهمه اللي ان شاء الله يرجعوا لنا بالفوز والتاهل لنهائي البطوله الافريقيه. بعد الفاصل نتواصل مع زميلي امير هشام.